كتير ما بتكونيش عارفة ايه اللي لازم ياكله ابنك وهو عنده سنتين وايه اللي ما ينفعش ياكله عشان ما تاخديش نصيحة وتضرك. فارولاند قرر انه يقولك تعملي ايه لما ابنك يوصل لسنتين. اول حاجة لازم يكون اللبن اساس في المرحلة دي، يعني ياكله الصبح وبالليل. كمان ممكن تأكليه الأكل العادي زيه زي أي فرد في العيلة، ممكن ياكل اللحوم والأسماك بس تكون مهروسة عشان يقدر يمضغها. في المرحلة دي لازم تختبري حساسية ابنك من الأكل عشان تعرفي إيه اللي بيسبب له حساسية وإيه العادي بالنسبة له، زي مثلاً الفراولة والموز وبياض البيض والسمك، وغيرها من الأكلات اللي ممكن تسبب له حساسية. وبلاش تأكليه حلويات وسكريات كتير عشان ما تزودش ضغط دمه واللي هيخليه ما يعرفش ينام، ده غير الكمون اللي هتعملهوله في جهازه الهضمي. كمان ابعدي عن المشروبات الغازيه زي عصير الفواكه المعلب والسكر الابيض والبطاطا المقليه.